صباح الخير صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. انتم عم تشوفوا هذا الفيديو، مثل ما بتعرفوا انا صار لي فترة عم جهز حالي، بدي انتقل نزلت لكم فيديو فاجئتكم فيه في بيتي الجديد. فبلشت انا لسه عندي 15 يوم تقريبا لحتى انتقل، فحابة اني بلش على بكير بتجهيز اموري بترتيبها مشان ما انعجق واتعب باخر فترة عوقت النقل يعني. فأول شي بدي بلش رتب البلور، لانه عندي كتير بلور لازم افرز يلي بدي اياه ويلي ما بدي اياه. فاول شيء جبت هاي الكرتونه، انا صار لي فتره عم اشتري كراتين وعم جمع مشان وقت النقل يكونوا كلها موجودين عندي. جبت كاسات القهوه كلياتها، نظمتهم بهاي الكرتونه وحطيت تحتهم حمايه مشان ما يتكسروا، وما رح تقل الكرتونه مشان يلي بيشيل الكرتونه ما توقع من ايده وتنكسر لانها كتير تقيله. وكمان رح نظم الكراتين واكتب على كل كرتونة مثلا قابل للكسر او هاي الكرتونة للمطبخ مشان ماضي، وافتح كل الكراتين سوا وتقوم الدنيا وتقعد عني البيت الجديد. فرح نظم كل شي من هلأ مشان اخد كل شي مرتب ومنسق، وهيك بكون خلصت من البلور. كمان لانه في عندي كمية تياب كتير كبيرة، فرح بلش رتب بتياب الصيفية او تياب اللي ما عم نستخدمها. فبلشت بتياب زوجي اول شي، جمعت كل تيابه الصيفية والتياب اللي ما عم يلبسها بهاي الفترة جمعتها بكرتونة، وهيك رح طوي كل شي بحيث انه بس وصلت على البيت الجديد بطلع كل شي من الخزانة مع اللايقاته وبعلقهم فورا بالخزانة، وهيك بحس انه ما رح يصير كركبة كتير عندي بوقت الترتيب والنقل، بما اني رح انتقل رح جهز البيتين بنفس الفترة يعني. فانا كتير هيك يعني عم بحسب حساب انه خلص من هون ومن هناك بنفس الوقت، ما هون خلص كل شغلي وسلم البيت مثل ما استلمته كتير نظيف ومرتب، بنفس الوقت حابة انه لما بلش بهداك البيت بلش كل شي تنظيم وترتيب وما تقوم الدنيا وتقعد عندي وتتكركب وضل فترة طويلة وأنا مشغولة ومكركبة. فحابة بلش كل شي بتنظيم وبترتيب مشان ما تنعجق الدنيا عندي، خاصة أنه رح انتقل بنفس فترة رمضان أو قبل رمضان بكم يوم يعني. فبتعرفوا أنه رمضان وشهر عبادة، فما بدي ضوع الشهر الكريم وأنا عم رتب أمور النقل. فحابة أخذ كل شي منظم ومرتب على 24. وأكيد قد ما كنت مشغولة وعندي ترتيبات مهمة ما بقدر ما أطبخ كل يوم، أنا الطبخ عندي شيء أساسي بحب أني أطبخ كل يوم كل يوم. فاليوم بدي أعمل لازانيا، يمكن هاي الأكلة كل 3-4 سنين لحتى أعملها مرة، مو لأني تمو طيبة بالعكس هي كتير طيبة، بس هاي الأكلة كتير دسمة أنا بحسها، فما بحب أنا الأكل الدسم كتير فيمكن آخر مرة عملتها من شيء 3-4 سنين كتير طيبة، بس مثل ما خبرتكم لقيت الدسمة ما بعملها. فاليوم هيك حاولت قدر الإمكان إني خفف من دسامة هاي الأكلة وما كتر فيها زيوت وهيك. فأول شي عملته حمست اللحمة بدون أي نوع دهن أو زيوت، لأنه أساساً اللحمة فيها هي شوية دهن راح ينزل منها هذا الدهن، وأنا راح أشيل كمان هاي الدهنة ما راح أتكبل الأكل. معلش خلي تكون اللحمة شوي ناشفة مضري تكون دسمة كتير أنا كتير بخاف من هاي أمراض العصر السكر والكوليسترول وهاي الأمراض، فبحاول كتير كون محتاطة منها. لهيك دايما بحكي لكم بعده عن السكر وأنا ما باكل سكر وهيك، فما بدي فوت بموضوع الأمراض. راح أضيف فلفل وملح وبهارات إيطالية للحمة وراح أقلبها كتير منيح. على فكرة اللحمة شوية متلجة بس ما في مشكلة، وهي صحية أكتر هيك بتكون، لما نحنا بنطلع اللحمة ونتركها مثلا ليلة كاملة لحتى تدوب على المجلى هذا الشي بيخلي البكتيريا تتراكم كتير باللحمة. فلما سمعت من دكتورة انه اذا بتطبخوا اللحمة هي وشبه متلجة او متلجة او بتكون هي مثلا برف التلاجة تحت فتلجة شوي كاسر، هذا الشي صحي كتير لانه بتكون اللحمة ما متراكم فيها البكتيريا وبس هيك. هلأ بدي افرم الفطر، هلأ هي بالعادة عم بدها فطر بس انا مرة شفت شيف كويتي عم يطبخها هي فعلا كتير بتطلع طيبة بالفطر، فرح جربها اليوم هيك حكا، فاليوم منجرب ومنحكم. ومبدئيا انا رح استخدم نوعين من الفطر، الفطر البني والفطر الابيض. هلأ انا بشتري الفطر من المول يعني ما تفكروا بقطفه او شي لا ابدا، فالفطر الزراعي بشتريه من المول. رح ضيف ما خبرتكم نوعين فطر، الفطر البني والفطر الابيض. الفطر البني كتير طيب مع الشوربات لانه بيحافظ على قرشة الفطر الزراعي فما ما بيمتص المي كتير، اما الفطر الابيض فهو بيمتص مي فرح يطلع مزيج بحس كتير طيب. ومعلومة كتير صغيرة، الفطر ما بينغسل ابدا لان 80% من تركيبة الفطر الزراعي هي مي، فما بينغسل، بكفي انكم تمسحوا مسح برقعة مبللة شوي مي او بمحرمة. في ناس بتأشروا، انا ما بأشر الفطر الزراعي نهائيا لانه فوايده اساسا
كتيرة، فما في داعي نكب شيء من الفطر الزراعي. وبصراحة جربوا الفطر البني أطيب من الفطر الأبيض بكتير كتير، نكهته كتير قوية وطيبة كتير. جربوا هذا النوع من الفطر، بتلاقوه من الآلدي، ما بعرف إذا متوفر بمولات تانية بس غالبا بينزل بكل المولات. رح أقطع الفطر الزراعي شوي ناعم لأنه هو أساسا مثل ما خبرتكم في الفطر نسبة مي كتير عالية، فرح يصغر حجم شرايح الفطر لما بينطبخوا، فما رح أفرمهم كتير كتير ناعمين، هن أساسا رح يصيروا كتير صغار. هلا هلا يمكن صرتوا حافظين انه انا كتير بحب شغلات المطبخ والبيت، فكتير بهتم بهاي القصص، فكتير بحب اشتري كل فترة والتانية هيك جهاز للمطبخ او هيك، يعني مثل هاي العصارة اخدتها من فترة. هلا فيها شغلة بس مو حلوة، انه هي حجمها صغير، يمكن لو كان حجمها اكبر كانت احلى، فانا اخدتها من النت وسعرها يمكن كان شي 14. بس الحلو فيها انه ما بتشتغل على الكهرباء، بس بتحتاج وصلت USB انه بتشحنوها كل شهر او شهرين. هنا كانت بين كل شهرين بدها شحن، انا هلا صار تقريبا عندي شيء شهر ولا مره شحنتها، ومع انه عم بستخدمها تقريبا بشكل يومي. بس مثل ما خبرتكم سلبيتها الوحيده انه حجمه صغير، فبتسع يعني بحدود بصلتين او ثلاثه مو اكثر. مثل ما شايفين ضفت نوعين الفطر وراح ضل اقلب فيهم لحتى يدبلوا شوي. شايفين قصته من شوي كيف انه هيك بقبض الطنجره ما في هي الزيوت الكتيره، وحتى انه ما في زيوت تحسوا فعلا اللحمه ناشفه او ناشفه من الزيوت، ما انا ناشفه بالاكل او ما انا هيك بتغصص او هيك، عرفتوا شو قصدي؟ مو فهذا الشيء اللي انا كتير بحبه وكتير بهتم فيه، فبحس اني فعلا عم اقدم هيك اكل صحي لعائلتي. هلا هيك بعد ما استوت اللحمه والفطر كلياته دبل، شفتوا لما قلت لكم انه الفطر رح يدبل كلياته وتنزل منه كل المي، بس لحتى يستوي. شايفين كيف القطع كلها صارت صغيره؟ بعدين راح اضيف هلا كمان علب البندوره، هدول انا باخذهم كمان جاهزين من الالدي. بتجي في منها مفرمه وفي منها بتجي هيك يعني قطع كبيره، انا بستخدمها لكتير طبخات مثلا الفاصوليه الباميه، كتير كتير اكلات، حتى للجزمز يعني كتير بتوفر عليكم. فهدول العلب البندور اذا ما بتعرفوا هذا الاختراع عن جد جربوه، هو تقريبا موجود بكل المولات، انا باخده من الالدي. وهلا بدي اقلب البندوره هيك تقليبتين، واساسا هي البندوره 99% تقريبا مطبوخه، فيعني مثل ما ملاحظين انا عم اقلبها عم تنهرس البندوره. راح اتركها شي 4-5 دقائق لحتى هيك تغلي منيح وتعقد، ويعني تاخذ البندوره طعمه اللحمه، ونفس الشيء اللحمه طعمه البندوره. وكمان راح اتركها هيك لحتى تغلي. بعد منها راح اضيف شويه بهارات ايطاليه. هلا بتقدروا تستخدموا البهارات الايطاليه تعملوها بالبيت اذا ما انا متوفره عندكم، شويه صغيره ريحان او حبق يعني، كمان شوية صغيرة اكليل الجبل، وشوية فلفل اسود او زعتر جبلي كمان بصير. وكمان لا تنسوا تضيفوا رشة كتير صغيرة من الفلفلة الحلوة، تمام؟ يعني فلفلة رشة عادية ما بدها شي اكثر، هي متوفرة بالبيت بس يعني مسمينا باسم ثقافي تاني شوي مختلف. فهي هي، رح اكتب لكم كمان البهارات الايطالية بصندوق الوصف. وهلا مشان البشاميل رح اضيف شوية زبدة ومعلقتين طحين، بس معلقتين طحين، ما في داعي تكتروا لانه اساسا عن جد هذا الصوص بحسه كتير كتير بمد انا. فاهم شي بهذا الصوص انكم تكونوا سريعين، اول شي خلوا الغاز ناقص شوي يعني كتير ضعيف، تمام؟ ضيفوا الزبدة ولازم تضلوا عم تحركوا، كتير اساسية هي التحركة، لانه اذا ما حركتوا بهذا الوقت منيح فبتعرفوا شو راح يصير، راح يكبتل الصوص عندكم ويصير شكل البشاميل ابدا مو ظريف بالطبخ، خاصة اذا عندكم عزيمة فما رح تتهنوا فيها، لانه رح يكبتل الطحين بقلب الهادي الزبدة. فانا هلا ضفت شوية زيت كمان فوق منهم، مثل ما شفتوا كان الزيت كتير قليل، فضفت اسا شوية زيت على معلقتين ثلاثة طحين، ضليت حرك هيك. هلا كمان ضفت معلقة طحين، حركت كتير كتير منيح لحتى خلص هيك اتأكد انه صاروا عجينة، بس هي العجينة ما انا متماسكة ولا انا مريئة كتير. فيكم تضيفوا هلا شوي رشة ملح ورشة فلفل، انا بضيفهم بالاخير مشان ما ينحرق معي الطحين.
فراح ضيف الحليب أهم شيء كمان بالتدريج. إذا ضفتوا لطحي الحليب عفوا هيك دفعة واحدة شو راح يصير عندكم؟ راح يكبتل كتير، فلازم تضيفوه بالتدريج شوي شوي وتضلوا عم تحركوا كتير كتير منيح. هلا شوفوا انا لا ماجي الدجاج واللحمه انا ما بستخدمه ابدا ابدا، بستخدم هذا الماجي الخضار بشتريه من الروزمان، كمان موجود بالليدل. بحس طعمته اطيب. هلا هو فيه نسبه خضار كتير كتيره وفيه ملح كمان. هلا هو ما مو صحي كتير لانه فيه ملح، بظن ملح صيني، فما كتير منيح، بس مرات بيكون بديل كتير ظريف مع هاي الطبخات، بديل عن الماجي اللحمه والخضار، اللحمه والدجاج عفوا. وهلا دوري تضلوا عم تحركوا لحتى يسمك قوام البشاميل كتير منيح، وهو اساسا بيحتاج شي دقيقه او دقيقتين بس تحريك وحسب قوه الغاز عندكم. هلا مثل ما شايفين انا طحنت الفلفل فريش يعني، فلهيك بين حبوب الفلفل كبيره بالطبخه، بس هلا هدول باخر طبخه يعني، هلا بيرسوا بارض الطنجره ما بيطلعوا بقلب الطبخه. ف وانا بحب الفلفل يكون فريش بصراحه، بحسه لما بشتريه مطحون بحسه كلياته مغشوش. هلا بلشت تغلي البشاميل، رح اقلبها شوي وبعدها رح اتركها يعني بس هيك تبرد شي بسيط كتير يعني ابو دقيقتين بس ورح بلش فيها. وكمان هي صوص دبس البندوره او مو دبس البندوره، اللحمه والبندوره، رح كمان ما اخليها تنشف كتير مشان ما تطلع المعكرونه عندي كتير ناشفه. هلا بتحضروا الطنجرتين، بتبلشوا تجيبوا ورق اللازانيا او عجينه اللازانيا. انا هي الطريقه حسيتها افضل شيء، وشفت شايفيه كبار عم يطبخوا بهي الطريقه او عم يعملوا اللازانيا بهي الطريقه. بتمدوا طبق من البشاميل تحت بارض الطنجره وبتمدوها على الصحن كلياته، السبب انه ما رح تخلي المعكرونه تعجن وتلزق بارض الصحن. هلا فيكم تعملوها بصينيه مستطيله، هسه هذا الشيء افضل لانه انا شوي غلبتني المعكرونه لانه كان الصحن عندي مدور، بس يعني استخدموا من الموجود عندكم، ما تقيدوا بحدا او مثلا بفيديو شفته. انا متوفر عندي صحن البيريكس هذا المدور، ف بدي استخدمه بدي اطبخ فيه يعني. كمان راح اضيف شوي من صوص دبس البندوره مع اللحمه او البندوره مع اللحمه، ضل عم خربط فيهم. وبعدها راح بلش صف عجينه اللازانيا. في عالم بتنقعها، انا سمعت انه بتعجن، وانا مثل ما خبرتكم يعني بالعاده بعمل اللازانيا بس بالمعكرونه عاديه، اول مره بعملها بعجينه اللازانيا، بس لسبب انه كنت خافت تعجن معي، فلا اعملوها مثل ما هي هيك بدون ما تنقعوها بمي او تسلقوها ما بتعجن نهائيا. وهي الاكله على فكره كتير بسيطه وما بتاخذ وقت ابدا، بكفي انكم تضلوا عم تدهنوا العجينه، عم تحطوا عليها طبقه بشاميل وطبقه دبس بندوره ولحمه لحتى تخلص كل الكمية عندكم. ومثل ما قلت لكم شايفين كيف كسرت عجينة اللازانيا، لما بتعملوها بصينية مستطيلة ما في داعي تكسروها لانه اساسا رح تطلع على حجم الصينية تمام. هلأ بتضلوا بتضيفوا بشاميل ولحمة وبندورة، وبترجعوا بتحطوا طبقة جبنة كمان. هلأ الجبنة انا رح اقلل بين طبقات مشان مثل ما خبرتكم ما تطلع دسمة كتير، وجبت من المول او الماركت اقل جبنه فيها دسم، يعني اخترت اقل جبنه فيها نسبه دسم عاليه فجبتها، قلت مشان ما تكون دسمه كتير وانه لما عادي تاكل بهالاكله تتهنى، وانا اتهنى انه ما رح تتهنى اذا صحتها مشان الدهن العالي يعني. فهلا رح ارجع اضيف عجينه اللازانيا كلها تطبقها تمام، ورح ارجع اضيف طبقه ثانيه من البشاميل وطبقه ثانيه من اللحمه لا حتى تخلص كل الكمية عندي. وعلى فكرة إضافة صغيرة، في عالم بتحط لها درة بتطلع على فكرة كتير كتير طيبة، جربوها، بس أنا مشان ما تصير خبيصة كتير لأن ضفت الفطر فما بدي أضيف درة، لهيك ما ضفتها، أما بتطلع كتير طيبة لما بتضيفوا لها درة، وخاصة بتكونوا عاملينها بس ببشاميل بدون مثلا لحمة وبندورة. بتعرفوا أنا واثقة بعد ما تجربوها لهي الطريقة كتير راح تحبوها، أهم شي إنكم ما تنقعوا عجينة اللازانيا بمي او تسلقوها. كمان في شغله، لما انتم بتتركوا مثل ما انا عملت هلا مرقه شوي شيء بسيط يعني بزوم او بصوص اللحمه والبندوره، هذا الصوص رح يخلي المعكرونه تستوي وتسحب اللحمه والبندوره كلياتها،
فهيك ما بتطلع ناشفة أول شيء، بنفس الوقت بتنطبخ بمي، ما بتنطبخ بدهن الجبنة أو دهن الزيوت الموجودة باللازانيا. لهيك اعملوها وخلوا مثل ما قلت لكم شوية مي زيادة بصوص البندورة واللحمة، وعن جد رح تاكلوا أطيب لازانيا. جربوا الطريقة وبعتوا لي وصفاتكم على انستغرام، حابة أشارككم عندي. هلا انا في شغله تورطت فيها، حاسه اني طبخت كميه كتير كبيره، وهالكميه يمكن تكفيني على يومين حتى، ما بعرف يعني. انا بحس المعكرونه ما من الطبخات المخصصه انت تضل يومين، فما بعرف احترت بهذا الموضوع. فانتوا شوفوا يعني، انتبهوا انتوا عم تطبخوا وانتوا عم تجهزوا اذا الصحن اللي عم تعملوا فيه يعني هو على قدكم او اكبر. فانا حسيت حالي عملت بصحن كتير كبير، فعن جد حاسه حالي تورطت بالكميه الباقيه. هلا بيقول الطبقات انا ما رشيت الا جبنة عادية، بس باخر طبقة رح رش جبنة شيدر. هلا بحس جبنة الشيدر بالبشاميل اهم من اي نوع جبنة تانية، السبب انه بتعطي البشاميل نكهة مثل نكهة شيبس على جبنة، اوكي؟ فعن جد جربوا حطوا له شيدر رح تطلع كتير طيبة. بالنهاية اخر الشي ضفت كمان شوية كريم الطبخ هيك على الوجه مشان تتأمر، وراح شوف كيف راح تطلع بالاخير وصور لكم اياها. وعن جد اعملوها بهي الطريقه راح تطلع كتير طيبه. ما في داعي تحطوها بدرجه حراره كتير عاليه بالفرن، يعني بكفي 150 او 180، تتركوها من مثلا 20 ل 30 دقيقه، ممكن تاكل اكثر شوي بالفرن حسب قوه الفرن عندكم. راح احطها هلا بالفرن لانه قرب موعد الغداء عندي كتير. طالع شكلها عن جد كتير طيب. هلا هي الاكل لازم تتاكل سخنه من الفرن، لازم فورا تحطيها على السفره. فانا هلا راح احطها على الفرن لانه قرب وقت الغداء عندي كتير صبايا، هذا الفيديو كتير تعبني، بتعرفوا نقله وترتيب وطبخ بنفس الوقت. فبدي اطلب منكم تحطوا لايك على هذا الفيديو وتبعتوا لرفقاتكم، وكمان ما تنسوا تشتركوا بالقناه وبشوفكم فيديوهات جديده، وتضلوا بالف خير وصحه وعافيه انتو واهلكم يا رب، وسلام.